بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الصالح الفوزان حفظه الله في كتابه الملخص في شرح كتاب التوحيد: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون. المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابة بانتصار المسلمين على اليهود من الغد على يد رجل له فضيلة عظيمة وموالاة لله ولرسوله، فاستشرف الصحابة لذلك، كل يود أن يكون هو ذلك الرجل من حرصهم على الخير. فلما ذهبوا على الموعد طلب النبي صلى الله عليه وسلم عليا، وصادف أنه لم يحضر لما أصابه من مرض عينيه، ثم حضر فتفل النبي صلى الله عليه وسلم فيهما من ريقه المبارك، فزال ما يحس به من الألم زوالا كاملا، وسلمه قيادة الجيش وأمره بالمضي على وجهه برفق حتى يقرب من حصن العدو فيطلب منهم الدخول في الإسلام، فإن أجابوا أخبرهم بما يجب على المسلم من فرائض. ثم بين صلى الله عليه وسلم لعلي فضل الدعوة إلى الله، وأن الداعية إذا حصل على يديه هداية رجل واحد فذلك خير له من أنفس الأموال الدنيوية، فكيف إذا حصل على يديه هداية أكثر من ذلك. مما يستفاد من الحديث: أولا، فضيلة ظاهرة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وشهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم له بموالاته لله ولرسوله وإيمانه ظاهرا وباطنا. ثانيا، إثبات أن الله يحب أولياءه محبة تليق بجلاله كسائر صفاته المقدسة الكريمة. ثالثا، حرص الصحابة على الخير وتسابقهم إلى الأعمال الصالحة رضي الله عنهم. رابعا، مشروعية الأدب عند القتال وترك الطيش والأصوات المزعجة التي لا حاجة إليها. خامسا، أمر الإمام عماله بالرفق واللين من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة. سادسا، وجوب الدعوة إلى الإسلام لا سيما قبل قتال الكفار. سابعا، أن من امتنع من قبول الدعوة من الكفار وجب قتاله. ثامنا، أن الدعوة تكون بالتدريج، فيطلب من الكافر أولا الدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين، ثم يؤمر بفرائض الإسلام بعد ذلك. تاسعا، فضل الدعوة إلى الإسلام وما فيها من الخير للمدعو والداعي، فالمدعو قد يهتدي والداعي يثاب ثوابا عظيما، والله أعلم. عاشرا، دليل من أدلة نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك ببشارته بالفتح قبل وقوعه وبراءة الألم بريقه. الحادي عشر، الإيمان بالقضاء والقدر لحصول الراية لمن لم يسعى إليها ومنعها ممن سعى إليها. الثاني عشر، أنه لا يكفي التسمي بالإسلام، بل لا بد من معرفة واجباته والقيام بها.